مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير بسكوت بعجينة كتير سهلة وسريعة وبدون ما نحط وقت لتخمر العجينة دغري. مجرد ما نعجن العجينة منباشر فيها وبالتشكيل ومنحطها بالفرن، وهيدي البسكوت اللي عملناها، بسكوتي هشة وكتير كتير رائعة، وبنصحكن عن جد تجربوها ولكل المناسبات. بسكوت كتير كتير رح يعجب الجميع. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا أول شي 120 جرام زبدة، زبدة طرية بحرارة الغرفة كمان، ويعني 120 جرام بيطلعوا 3 معالق طعام. كمان بحط فوقهم رشة ملح صغيرة، بس الملح بيعطي بيعدل النكهات. بخفقهم مع بعض. بس خفقتهم بهيدا الشكل، هلا بحط نص كوب سكر بودرة. عم غير المقادير بكوب المعيار. بنحط نص كوب سكر. كمان برجع بخفقهم مع بعض. بدي جمعهم مع بعض وارجع اخفق انا وياكم. جمعهم على الاطراف. نرجع نخفقهم. بعد ما خفقناهم هلا بدي احط بيضة بحرارة الغرفة كمان. وبحط ملعقة صغيرة فانيلا. فانيلا بودرة او سائلة ما في اي مشكلة. نرجع نخفق مع بعض. بحط نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر. كمان كوب. ونص طحين. حطينا كوب ونص طحين. برجع بخلطهم مع بعض.
صاروا جاهزين لنشتغل فيهم. عم حمل فرن على درجة حرارة 200 من الأعلى والأسفل. هلأ بدنا نحطهم بكيس الكريمة. بنحط العجينة بقلب كيس الكريمة. وبحطها على ورقة الزبدة. إذا ما متوفر عنا ورقة زبدة ما في أي مشكلة، ممكن تحطوها دغري على الصينية، عشان فيها هيدي العجينة زبدة كافية إنها ما تلزق بالهيدا الصينية ولا بهيدا الشكل. ببعدهم شوي عن بعض. ممكن تعملوا الشكل اللي انتو بتحبوه، ما في اي مشكلة. انا اخترت هيدا الشكل، كتير حسيته حلو ورائع. بتمنى الوصفات اللي عم بعملكن اياها تكون عم بتنال اعجابكن وعم بتجربوها، وعم بحاول قد ما فيني اعملكن اشياء كتير سهلة وسريعة وما تاخد وقت منكن. هذه طريقة البسكوت، بتنفع كتير بالمناسبات والأعياد وكل شي بتنفع، وكتير سهلة ورائعة. إذا لاحظتوا هيدا عملناهم بوقت كتير كتير صغير، ما أخدت وقت كتير معنا، والعجينة ما بدها وقت لتخمر، يعني دغري مباشرة بتبلشوا فيها، بتعجنوها ودغري بتبلشوا فيها. هلأ شو بعمل؟ فينا نعملها بأصبعنا بهيدي الطريقة، نحط فيها مربى. بس انا عشان عندي ضفير ما رح اعملها، انضف اذا بعملها بالملعقة. بغطي الملعقة من هيدي الميلة بطحين بهيدا الشكل وبعملها. شايفين ما اسهلها؟ بعد عليها طحين كمان عشان ما تلزق. اوكي، نفس الشي بغطها بطحين ومنعمل العجينة بهيدا الشكل. طريقة كتير كتير رائعة وحلوة. كل ما تلزق بنرجع منغطها. كمان بحط مربى المشمش او الفريز، انتو حسب ما بتحبوا. هلأ منحط شوكولا منجرب انا وياكم كيف بتطلع. كمان المربى بيعطي كتير كتير شكل حلو ورائع. عم حط المربى بهيدا الشكل على الملعقة، عشان المربى عندي جاي بقلبها في شقف، مش جاي انه مثل القطر دغري بتنزل. اذا حطيتهم بكيس الكريمة او ورقة الزبدة رح يعلق عنا الشقف بقلب الكيس او ورقة الزبدة، عشان هيك انا عم احطهم بهيدي الطريقة. هلا بحطهم بالفرن. هول البسكوتات بعد ما طلعوا من الفرن اخدوا بالفرن حوالي 10 دقايق، بياخدوا من 9 دقايق للعشر دقايق، وفيكم تفتحوا الفرن وتشيكوا عليهم ما في اي مشكلة ابدا. هيدا الشكل بعد سخنين، بحطهم على جنب ليبردوا، نرجع نكفي مع بعض. هول البسكوتات اللي عملتهم انا وياكم، هولي اللي حشيتهم حطيت فيهم مشمش، وهيدي البسكوتي من الاسفل. بسكوتي عن جد يعني كتير بنصحكم تعملوها وتجربوها، كتير هشي ورائعة. وهيدول اللي حشيتهم شوكولا، هولي اللي حطيت فيهم شوكولا كمان، كتير كتير رائعة البسكوتي طلعت وهشي. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي. وشكر كتير كتير كبير للي عم يدعموني بالصفحة
وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.